مشاهدين أبناء الطلبة حلقة اليوم بين ثانويتي الظهر وثانوية سالم المبارك. اتفضل تفضل فريقين حيوهم. يمثل فريق ثانوية الظهر كل من خالد عبيد الرشيدي، حسين إسماعيل غلوم، سالم فلاح العازمي، مشاري لافي الحربي، وعيد حسين العازمي. حيوهم. بينما يمثل فريق ثانوية سالم المبارك كل من فيصل سعدون الزعبوط، هادي حماد العنزي، أحمد يوسف العوضي، أيمن محمد الزعبي، وضيف الله هزاع. حيوهم. أعزائي المشاهدين أبناء الطلبة، نرحب بالفريقين مرة أخرى ونبدأ على بركة الله حلقة هذا اليوم. نبدأ نتوكل على الله، نبدأ إن شاء الله مريحين وهادين إن شاء الله. توكل على الله. أول بداية أسئلتنا في حلقة هذا اليوم أعزائي المشاهدين أبناء الطلبة راح تكون في مادة التربية الإسلامية. نتجه إلى التربية الإسلامية. إلى التربية الإسلامية. التربية الإسلامية. التربية الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا سمعنا الصوت. السؤال مشترك للفريقين وعليه درجة واحدة. السؤال يقول: أكمل الحديث الشريف التالي. أكمل الحديث الشريف. كمل الحديث. جاهز؟ تبارك الرحمن. تبي تسلم؟ هذا يقول سلم ورقة. أعلى راحتك، الوقت معاك. مطلوب؟ لا لا، الإجابة على ورقة، بارك الله فيك. لا ارتاح. سريع، شكرا، خلي ورقتك عندك. أول ورقة راح نستلمها من ثانوية سالم المبارك لأن القرعة بداية معاكم. مستعدين للإجابة ثانوية سالم الظهر؟ إلا وكان أسمع إجابتك. إلا وكانت فيه صدقة. إلا كانت له فيه صدقة. إلا كان له به صدقة. وثانوية سالم المبارك كتبوا إلا كان له به صدقة، والفريقين اتفقوا على الإجابة الصحيحة. درجة للفريقين. أول سؤال الحمد لله عدينا منه، وأول درجة حصلنا عليها في هذه الحلقة الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، درجة الأولى، وسمعنا الإجابة النموذجية من الشريط. سؤال عندنا، سؤال راح يكون الآن موجه فردي، والسؤال هذا عليه درجتين. العبارات التالية صحيحة أم غير صحيحة؟ ثانوية سالم المبارك عبارتكم:
عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ ثانوية الظهر، عبارتكم تقول يبدأ السعي من جبل المروة، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ وقت. فقط المطلوب تحدد هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ إجابة خاطئة. عطني ورقتك ولا خلي ورقتك، اخذ ورقة ثانوية الظهر الآن. شكرا. إجابة خاطئة. لا، مستعدين لإجابة ثانوية سالم المبارك؟ قبل لا ينتهي الوقت، هيا هادي تحمل الإجابة، تحمل النتيجة. تفضل اسمع إجابتك، راح أقول لك عبارتك وتقول لي تحدد لي اياها، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ يقول لك عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ العبارة صحيحة. العبارة صحيحة، وهني عبارتكم تقول يبدأ السعي من جبل المروة، وكتبتوا العبارة خاطئة. خاطئة، والفريقين هني قالوا عبارتهم صحيحة، وهني قالوا عبارتهم غير صحيحة، والفريقين اتفقوا على الإجابة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ درجتين الفريقين. ثانوية الظهر، يبدأ السعي من من أين إذن؟ من الصفا للمروة. من جبل الصفا للمروة. من جبل الصفا، أحسنت، من جبل الصفا. الآن درجات أعزائي المشاهدين، أبناء الطلبة، ثانوية الظهر 3 درجات، ثانوية سالم المبارك 3 درجات، ماشيين مع بعض الحمد لله. سؤال أيضا مشترك للفريقين وعليه درجة واحدة. سؤال يقول ينتهي شوط السعي بجبل أجياد، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ الوقت معك. ينتهي شوط السعي بجبل أجياد، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ فقط المطلوب أن تحدد هذه العبارة صح أم خطأ. منين تكلم انت؟ انتهى الوقت. ورقتكم تفضل. اسمع اجابه ثانويه الظهر. الاجابه خاطئه. العباره خاطئه، وهني كتبوا ايضا ثانويه سالم المبارك العباره خاطئه. طيب ما هي الاجابه الصحيحه يا ثانويه سالم المبارك؟ جبل الصفا ينتهي بجبل. ينتهي بجبل الصفا. ينتهي بجبل الصفا. ترى تحب الدرجه. السعي يبدا من الصفا وينتهي ينتهي بالمروه وليس الصفا. ينتهي بالمروه وليس الصفا. يقول لك السؤال ينتهي شوط السعي بجبل المروه وليس بجبل الصفا. يبدا الشوط السعي بالصفا انما ليس، وينتهي بالمروه. الان الدرجات 4 درجات، 4 درجات، 4 درجات لثانويه الظهر، و4 درجات لثانويه سالم المبارك، والاجابه صحيحه للفريقين. شكرا فريق الموسيقى، شكرا يا فريق الموسيقى، صح الحمد لله. شكرا لهذه الوجوه الطيبة من شباب عبد الرحمن الخافقي بإشراف مدرس الموسيقى. شكرا يا أستاذ. بخن بخن، فما بيني وبين الجنة إلا أكلي لهذه التمرات، أو إلا أن يقتلني هؤلاء فأدخل الجنة. سمعنا الصوت؟ ما بعد ما سألت السؤال عشان تكتبون شيء؟ سؤال يقول هذه العبارة قيلت يوم بدر. السؤال من قائل هذه العبارة؟ يبدأ الوقت.
جهز إجابتك. الورقة ثانوية الظهر. أسرع بارك الله فيك. شكرا. أسمع ثانوية سالم المبارك. من قائل هذه العبارة؟ تفضل. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، وهني كتبوا حمزة بن عبد المطلب، والفريقين إجابتهم مختلفة، لكن هل الإجابة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الإجابة خطأ وراحت عليهم الدرجة. فريق الموسيقى يقول لكم غلط بصيغته بطريقته. شكرا فريق الموسيقى. يقول لك هذه العبارة قيلت يوم بدر وقائلها هو عمير بن الحمام. عمير بن الحمام يا ضيف الله يا هزاع، وليس اللي قلت من قلت زيد بن حارثة وليس حمزة بن عبد المطلب. إذن راحت عليكم الدرجة في هذا السؤال. ما عليه، في عندنا سؤال أيضا مشترك إن شاء الله في التربية الإسلامية. العبارة التالية صحيحة أم غير صحيحة؟ سورة محمد يطلق عليها أيضا سورة القتال، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ يبدأ الوقت. سؤال مشترك. وقت. نعم، على ورقة بارك الله فيك، لأن سؤال مشترك. شنو هل هذه؟ شكرا. أسمع إجابة ثانوية الظهر، ماذا يقولون؟ تفضل. العبارة صحيحة. العبارة صحيحة، وهني كتبوا ثانوية سالم مبارك العبارة صحيحة، والفريقين اتفقوا على أن العبارة صحيحة، وإجابة الفريقين أيضا صحيحة. درجة الفريقين.